اولا اليوم كتواجدوا معنا في هذا المركز اللي هو مركز ديال الابحاث و في جميع الصناعات المرتبطة بالحبوب، واللي كيضم مدرسة لتكوين التقنيين في المطاحين، وكذلك مختبرات للتحاليل البيولوجية والفيزيوكيميائية، وكذلك هناك مركز للبحث في ميدان وتطوير كل ما هو معجنات وكسكس. أضف إلى ذلك بدينا في 2019 بواحد المدرسة للمخابز والصناعات والحلويات اللي كنا درناها بواحد الشراكة مع فرانس إكسبور مع فرنسا، واللي كانت التكوين المستمر، واللي تقريبا تخرجوا منها واحد الربعة ديال ولا خمسة ديال الأفواج. واليوم هذه المدرسة كتجي في إطار واحد الشراكة مع الامسها الحكومة الأمريكية اللي خصت لها ما يزيد على 3 ملايير سنتيم، يعني 30 مليون ديال درهم، وشراكة مع الحكومة المغربية اللي حتى هي عطات واحد القيمة كبيرة من مادية باش هذا المشروع يكون يتبنى وتكون فيه الآليات، ودرنا لا جيستيون ديليغي يعني التدبير المفوض مع وزارة الفلاحة في شخص المديرية العامة للتعليم الفلاحي، واللي هي كتسهر معنا على هذا البرنامج ديال التكوين. والتكوين كيضم جميع الفئات، يعني الفئة اللي عندها مستوى دراسي لا بأس به، يعني ما وصلش للبكالوريا، وصل غير واحد المستوى ديال التاسعة ثانوي، فهادو كيكون عندهم حتى هما واحد السنة التكوين، كيسميهم دوك لي زيد بولونجي ولا لي زيد باتيسيي، الناس اللي كيعاونوهم واللي كيديروا واحد التكوين ديال سنة. وكاين التقنيين اللي عندهم مستوى البكالوريا ما عندهمش البكالوريا وكيديروا سنتين، يعني هادو حتى هما في الخبازة وفي الحلويات. وكاين التقنيين المختصين اللي عندهم خصهم البكالوريا زائد سنتين ديال التكوين. والحمد لله هنا كنمسوا جميع الفئات باش نجعلوا امام هاد المخابز اللي على الصعيد الوطني جميع المتطلبات ديالهم، ونتجاوبوا مع الشروط ديال 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 المهنيه باش هاد المخابز يكونوا تزيد لهم واحد القيمه مضافه، وباش حتى المواطن والمستهلك يعرف بان اللي ساهرين على هاد الصناعه راه ناس في واحد المستوى، واللي داروا تكوين نظري وتكوين براغماتي. والحمد لله المغرب يكون من الدول الاوائل في افريقيا، وهو الوحيد ربما اللي عنده مركز بحال هذا المركز اللي هو يعني متكامل، من واللي كيخدم حتى مع لا ريشيرش اغرونوميك ويخدم مع جميع القطاعات. واليوم الحمد لله راه حنا توفقنا، وغادي نشوفوا ان شاء الله التاثير ديال هاد الطلبه وهاد الشباب اللي غادي يزيدوا ان شاء الله واحد القيمه مضافه لهذا القطاع. اذا هذا المعهد الجديد اول معهد اول ديال التكوين ديال المهن ديال الخبازه والحلويات بالمغرب، اذا ملي كنهضروا على الخبز، كنهضروا على الحلويات، كنهضروا على الهلائيات، كنهضروا على البيع، كنهضروا على التدبير، اذا هذا واحد لي موديول اللي اليوم جات المدرسه باش تعطي في اطار اول هذا المعهد خلق في اطار واحد الشراكه ديال الخواص والدوله، ولكن تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا الله ينصرو، وكذلك تحت اشراف ديال الاتفاقيه ديال الالفيه الثالثه اللي كاينه بين الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المغربيه. اذا هذا المشروع اليوم للمطاحين عطتنا الارض، مشكورين الجامعه الوطنيه في شخصي رئيسها جامعه السي مولاي عبد القادر العلوي، كذلك وزاره الفلاحه، وزاره ديال الماليه، وزاره ديال وزاره التعليم في شخص التكوين المهني. اليوم هذه المدرسه اليوم الحمد لله كنظن على انها واحد مبادره قيمه ويعني فريده من نوعها، اللي من خلاله واحد مجموعه ديال الطلبه ديالنا والتلاميذ اللي ما فشلوا مثلا في الدراسه يمكن وعندهم رغبه باش يطهروا المهارات ديالهم ويخلقوا ويضمنوا المستقبل ديالهم من خلال فرص الشغل اللي كاينه في القطاع ديالنا. فرص الشغل كاين حاجه ماسه للخبازين ولا الحلويين ولا الهلاليين، ولكن كذلك البائعات والبائعين، كذلك المدبرات والمدبرين. فهذا كله هذا كنظن على انه راه التكوين فيه سنتين وهي مجانيه. كنظن على انه اليوم عندنا اداره كفه في المستوى من خلال السيده المديره، وكذلك الطاقم اللي معها واحد مجموعه ديال المدراء كل من تخصصه، ولكن كاين رغبه اكيده وكاين الحمد لله. اليوم راه بدينا
تقريبا غير في جانفي بدينا واحد مجموعه ديال تقريبا ديال 60 ديال الناس اللي الحمد لله بدات اليوم غير في هذه المده القصيره عطات ومازالت تعطي. اذا تنظن على انه الحمد لله هذا قيمه مضافه وهذه واحد المعلمه اللي غادي نزيدوها في اطار كيف قلت ديال النظام التنموي الجديد ديال سيدنا الله ينصرو واللي من خلاله غنكونوا اهلنا هذا القطاع ديالنا وعطينا يعني واحد بدنا العقليه للعامل ديالنا والعامله والبائع والبائعه والمدبر والمدبره باش يمكن القطاع ديالنا يكون واعد ان شاء الله.